فعاليه المجتمع المدني وهي الجهه المنظمه، وكذلك بالتنسيق مع ضيوفنا كان اعلام لابلاغكم بمحتوى وقاعه. شكرا. ممثلين وممثلات عن مكونات خارج عفوا مسعانا هذا في اطار تنفيذ توصيات الندوه الوطنيه لفعاليه المجتمع المدني المنعقدة يوم 15 جوان 2019، والتي كانت تتويجاً لسلسلة لقاءات ماراثونية انطلقت يوم 18 ماي 2019، وكانت ضرورية لتقريب وجهات النظر ولبناء توافق حول تصور لمشروع مبادرة مساهمة منا في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. هي قناعتنا كفعاليات في المجتمع المدني في ضرورة التواصل مع كل الفواعل المجتمعية للم شمل المبادرين ولم شمل المبادرات كذلك، والعمل من خلال الحوار المسؤول والجاد على تقليص المسافات بين مختلف الرؤى والمقترحات. المشكل اليوم كيف المجتمع السياسي في نفسه هو يحدد الموقف، وهل يستطيع أن يذهب إلى موقف موحد؟ هذا هو الإشكال. إذا المجتمع السياسي وصل إلى يعني خارطة الطريق، ثم بعد ذلك ندخل في تفاوض مع السلطة من خلال اللجنة أو من خلال لقاء مباشر، ما نش عارفين. المهم هو كيفاش نوحد الآن المطلب، والحراك يصبح له كلمة واحدة وخطاب واحد. نريد من خلال هذا اللقاء أن نجمع هذه المبادرات ونقرب وجهات النظر على صعوبتها، من سواء من النظرة إلى الحوار، إلى توفير أجواء الحوار ومناخ الحوار وما هي الأساسيات التي يجب أن تحضر، أيضا النظرة إلى مطالب الحراك والدفاع عنها وتوحيد فيها موقف، أيضا من جهة النظرة إلى الأزمة السياسية وما هي المخارج التي يمكن المشتركة من جهة.